بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا لموضوعنا إن شاء الله سنتحدث في هذا الفيديو أيضا عن مسألة على الفاسور على المطوار في دارة المحاثة. يقول لي دارة محاثة موصولة إلى التوالي مع مصدر جهد، هذا المصدر قيمته في الاس في السورس 150 كوساين أوميجا تي، 150 كوساين أوميجا تي بقيمة فولت. مطلوب أولا جد تيار المطوار I وجد التيار اللحظي instantaneous current. طبعا عندها طبعا كل هذا عندما تكون الـ R المقاومة 400 أوم، المحاثة 3 ملي هنري، والأوميجا هي 10 أس 5 راديان بير سكند. هذا كل مطلوب بهذه الحالة. دعونا الآن نبدأ في حل السؤال. إذا نقول بداية بسم الله التيار المطوار هنا عبارة عن في S على الآر، الآر ثابت لا تتأثر في المحاثة، تأثر هنا عندي التيار، طبعا هنا عندي الأوميجا، أنا دائما عندي هنا الآي هذا التخيل، عندي الأوميجا وعندي ال، كله معطى لي في السؤال. طبعا فقط العملية فقط عملية تعويض ومعرفة كيف آلية ال في اس أعطي لي هي 150، ال R أعطيت لي هي 400 زائد، هنا طبعا انتبه هنا ال I موجودة، قال لي أيضا بأنه طبعا الأوميجا آي الأوميجا 10 أس 5 ضرب ال ال 3 بال 10 أو 3 ضرب 10 أس سالب 3، إذا هذه هي الصورة. طبعا أكمل هنا هي 150 على 400 زائد 10 أس 5 10 أس 3 10 أس 2 10 أس 2 يعني 300 I، 300 I. وهنا أيضا أستخدم فيثاغورس 400 تربيع زائد 300 تربيع، وصادع الجواب مباشرة أو صادعه مباشرة أسهل يساوي 500. طبعا تعوضها سيخرج إليك أن الجواب هو يساوي 500 في النهاية. إذا نقول في هذه الحالة نرفعها لأعلى، نقول أنها 500 عفوا 150 على 500، صفر مع صفر 0.3 بالعشرة، إذا عندي 0.3 بالعشرة. أحاول أن أعرف قدر الزاوية، عندي هنا 300 وعندي هنا 400، إذا الزاوية ستكون ساين على كوساين أو 300 على 400 تام. إذا نحاول أن أعرف قدر الزاوية تماما 36.9، حلناها قبل قليل لكن يعني إذا هي أقول أنه أضعها 0.3، أضعها بهذه الصورة في شكل الطور سالب 36.9 درجة، طبعا بأنه تيار إذا هو بوحدة الأمب أمبير، هذا هو التيار حسبناه هنا. طلب لي أن أجد الآن التيار
اي بالنسبة لي الزمن اي تي يساوي طبعا طبعا ري اي اي imaginary اوميجا تي أيضا إذا هي R الـ imaginary الـ I هنا طلع خرجت عندي 3/10 0.3/10 E سالب I 36.9 درجة E أيضا هنا I 10^5 تي هي الأوميجا يعني هذا الخاص فيها الأوميجا. إذا نستطيع أيضا هنا مرة أخرى أن نبسطها بشكل أكثر 0.3/10 أنا أفضل أن يحل الطالب مباشرة بهذا الشكل 0.10 كوساين 10^5 فقط يعطيني الأوميجا 10^5 طبعا يتذكر أنها تي ناقص 36.9 درجة وتذكر أن هذا كله بوحدة الأمبير لأننا نتحدث عن تيار يعني لو الطالب استغنى عن هذه الخطوة أنا في الامتحان لا أؤاخذ الطالب في هذا الكلام أفضل أن يحل بهذا الطريق حتى تكون الإجابة أسرع في هذه الحالة لأنه هذا هو عندي عندي هنا فرق الطور وهنا عندي الثابت أضع مباشرة أسهل للطالب أسرح من أن يدخل في التعقيدات الموجودة في الرياضيات الخاصة بالكهرومغناطيسية التطبيقية. إذا أحبتي أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم، لا تبخلوا علي بعمل الشير واللايك الاشتراك في القناة كتابة التعليقات طرح الأسئلة مرة أخرى. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.